السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قرب رمضان سنويا قد احنا متعودين يبدأين التيدان يشتغلين عند بعض التجار، يبدأ التودين غش ينغش 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 لما يطلع للمخ حق بعض التجار، والتاجر يبدأ يرفع في الأسعار. التودي قد قال لها التودي، قال لها التودي رجاء تشتيني الجس نازل ورتبت تيدان الباقيات ارفع في السعر. التودي هكذا يقول لما التاجر هو مسكين محترم ورد التودي بنغش بيلوثي رفع، ارفعوا في الطحين، ارفعوا في البقولياتي، ارفعوا في المكروني، ارفعوا 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 ارفعوا. ياي شعب اليمني هذا من نتي، شعب بيدور ما ياكل، الناس بياكلوا من القمامه، ما دروا ما يلعب بطنه، من النت له، من النت له. ما لقى محمد بن يحيى حرم، ما لقى ما وجعت له الطلعات وانا دقه بين سطره، ما لقى ما ياكل، ما لقى ما يتعالج، من النت له. شعب مغلوب على امر من ان ياكل، من ان يدي، من اين؟ ارفع 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 ارفع. لا رمضان يوصلوا يجي غير رمضان ويتصدقوا، يتصدقوا بمليون، بعض التجار يتصدق بمليون ويرفع بمئتين مليون دوله. كلوها على ما احترامي لبعض التجار الشرفاء، يربح بقدر المعقول، يربح بقدر المعقول في شرفاء. بعض التجار حبيبي طاب على الماك استأجر لك محلات مدري بكم كذا كذا، يزيد عليه صاحب العقاء ويجي خرشه من حرب المواطن. وزارة الصناعة ساكتة معنا، وزارة طويلة عريضة فوق الصمت، وزارة وزارة حجر وكذا وحركات مكاتب وكذا ومدراء وبدلات ماركة وسيارات وحضورات وحركات و وسكرتيرات، لا يا سكرتيرات، كل مدي معاه اربع سكرتيرات. علشان الغبي دوم. صباح الخير يا نوال. كيف انت يا سوسن؟ نرجس طبعت الورقة. طبعتيها تقول طبعت، زيد طبعيها مرة ثانية بين ارتاح لما طبعيها جزء غير طبعوه بس يا ليلة. والمواطن بنتكب، المدير بيمك ويمرن والدرمتس، والمواطن بيموت موت موت موت. طز فيك طز فيك، احنا في أزمة كلثوم، احنا ما مش معانا ميزانية. وزارة الصناعة دخلوا دخلوا الوزارة دخلوا، كم من قمرية ذكرتهم مظاهرات حق البناء، مظاهرات كم من غاني وسط الوزارة. تفاح تفاح من انعد ارغب المدير ولا المسؤول، من انعد ارغب يعمل قرار ولا يخرج ويزور المحلات يزور التجار يعمل تسعير، من انعد ارغب وهو جالس في وزارة العسل في شهر العسل. غبني عليك يا شعب اليمن، غبني عليك خبني عليك. قد الأخضاء من جنب وزارة الصناعة وأشم بخور، شم غير حضورة وبخور. تخيل لك أن أنا خاضي من جنب صالة أعراس نساء وبقي خرج الشم من الشارع، وهذا تخيل لك أنه أرني عجي أيام أنه نخضاء من جنب الوزارة ونسمع لا 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 ونقول ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والصلاة. عاد اشتغلوا بالطيبة نفس داكل واحلا، عاد اشتغلوا وشوفوا. انا ما بين اخص الشر كل ولا بين عم كل الموظفين والمسؤولين، البعض في شرفاء، في شرفاء، في ناس شرفاء بيشتغلوا في خدمة الوطن، وفي ناس شرفاء بيشتغلوا لخدمة نرجس. نرجس بعض التجار انا ما الومهمش حقيقة، انا تجابرت انا مع تجار كبار ما الومهمش. يقول لك يا اخي كنا بندفع ضرائب وجبرت في 30% والان رفعوه في حق ثمر هذا مدري ايش 50%، وانا ما هو يعني ما عاد الفايده اغلق المصلحه حقي اغلق. يا اخي انا لما بنرفع، انا لما بنرفع هم يرفعوا علي 50% قد بيشاركني،
انا اش داري حكا ايش حكا ضريبة عند عمك، عند عمك فيما بعد، عند عمك وعندنا ما هي هذا الشيء في عدن ويشتو في دمار الضرائب في عدن وهكذا أكال أكال والآن رفعوا عندنا هنا في دم 50% يعني ما عبد المهيان من فايدة أقسم للناس بلاش قبل أرفع يعني من بينتكب في الأخير من بيكتسر ظهر في الأخير منو منو من أدي لكم اختيار منو أدي لكم ثلاث اختيارات المواطن اليمني أو المواطن اليمني أو المواطن اليمني منو معكم مهلة 30 يوم لما تطلعوا لي من الذي كبش الفداء منو منو المسؤول صح كبش الفداء المسؤول صح الذي معه اعتمادات والذي معه تموين والذي بياكله جهاله دائما كل سنه لما غير نقرب من رمضان لما غير يدخل رمضان يستغلوا حاجه الناس دارين الناس متجهين للاسواق دارين للناس انهم بيشتروا لهم اشياء ومواد دارين كده فاهمين يقول لك موسم ارفق ارفق العوض هم سلخونا في ذمار سلخونا في عدن بيشلوا منا ليه بيجوا التحصينات بيجوا الضرائب واحنا نسلخ احنا نسلخ ها ايوه ارفق فالاخير بيستلخ المواطن المسكين استلخ استلخ هؤلاء التجار اللي ما بيش عندهم ذمه انا بنتكلم عن التجار قليلين الذمه في تجار عندهم ذمه اذا حبيت هاي رفعوا في الزيوت رفعوا في المواد الغذائيه ما فيش ذمه ما فيش ذمه وفي ناس عندهم ذمه يعني شيء بسيط يقول لك يلا مقتنع مقتنع بالربح البسيط لانه فاهم مرتبط برحم الراحمين علاقه برحم الراحمين ما شاء الله داري انه لو يرفع خيرات في ظل الوضع الذي بيعيشه المواطن اليمني عاد خرج بعد العرض الارباح عاد خرج عرض في مرض في سرطان في عبده في عبده في عبده عاد رقص هذا سنه رمضان ايوه في عبده تصلي طول السنه لا ما خرج رمضان عن جابر عن تدخل في فيديوهات عن لا تخش نربش لا دربش حماد لا دربش حماد حماد لا دربش فاتقوا الله في أرواحكم واتقوا الله في أنفسكم وارحموا أولادكم وارحموا الناس اللي يوم دنيا وغدوة آخرة اللي يوم دنيا وغدوة آخرة ماشي وربوا البيت شي هيجي الشعب شي خرج الشعب شوف اللي كل واحد يشللوا غرباء كورة ويدككم بين رؤوسكم لما يخليكم تبنونوا حول ولا قوة إلا بالله سلام الله